تو اليوم قال لك والله يسلموا الجثمين. تو طلع عثمان عبد الجليل وقال 9 تم دفنهم بمعرفة المدعي العام العسكري. في هم مدنيين شن دخلهم؟ لكن هاو تو طلعوهم يا سيدي عثمان عبد الجليل بعد ما تم المسح فيك. ها؟ وزي ما قلت لك كلينكس. وطلعوهم وسلموهم وبشهادة أهالي الضحايا قال لك كانوا مدفونين وتم إخراجهم لأنهم منتفخين ومتحللين. يعني القصة شغل مافيات. تو هذين بتديروا معاهم دولة أنتم ولا احنا تبون نسلموا لهم؟ لا، ويجي واحد تافه ولا واحدة تافهة يقول لك لا انتم معرقلين لبناء الدوله، انتم ما تبوش الانتخابات، احنا مش نبوش الانتخابات يا دواء. احنا قلنا هذا هؤلاء لا يصلحوا ان يكونوا جزء من الانتخابات، هؤلاء مجرمين قتله. لما قلنا لكم لا يمكن، لا يمكن ان تقام عداله وتقوم مصالحه الا بمحاسبه هؤلاء المجرمين الذين اعتدوا على طرابلس والذين قتلوا الناس في شوارع بنغازي وفي أزقتها والذين رموا جثث الناس في مكبات القمامة وا 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 وا. قلت الشيخ المفتي خرج وقال لا يمكن مهما أبدو ومهما كذا. شوفوا في مواجهة مع 10 انفار جايين مروحين لحياشهم، لا هدوا على معسكر لا مشوا، ناس جايين بعد ساعة ولا اثنين من وصولهم ويذبحوا في خرفان ومقعمزين، وأنا من وريكم كل شيء ما يكذبوش عليكم. تبين ان كل ضحك على الدقون. وتصوروا بيانين كيف بتقيم معهم دوله؟ ترى اشرح لي يا غزال امك انت. لما نقول لكم يطلع سماحه المفتي يقول كذا، يا دار الافتاء لا تريد الانتخابات، يا اخي كيف مش معنى بوش الانتخابات يا دابه؟ لما راوا دبه هذا لفظ خفيف، لأن ربي قال مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال إنهم كالأنعام كالدواب يعني بل هم أضل من الأنعام. تو احنا نقول نبغى الانتخابات لكن المجرم هذا يجب أن يحاسب. تو منه زعمك اللي قتل إبراهيم ولد المهدي البرغتي؟ والله أعلم المهدي البرغتي وين؟ وين من هم ترى؟ هل في حاجة تحدث في برقة بدون علم المجرم حفتر واولاد المجرمين؟ من اللي قتل محمود الفشلي ومن اللي قتل عزيز برقه ومن اللي قتل شن اسمها سرقيوه ومن اللي قتل ومن اللي قتل ومن اللي قتل ومن اللي قتل عازمي البرغتي رحمه الله عليه ومني 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 الاف وما فيش ولا واحد يطلع يتكلم للاسف. يا رجل معقولة بعد المزر اللي صار في حوش المهدي البرغدي ثاني يوم شيابين من العواقير يمشي لحفتر؟ أما هذه خلاص ويطلع معهم في الصور ويصوروهم هم جايين. للأسف الواحد يدير في روحه شيخ بعدين حق سيارة ولا حق زبون تشني القهرة هذه. طبعا الحمد لله احنا في الغرب ما يمشيش علينا الكلام هذا، لكن فقط علشان نحكي لكم يعني حجم المأساة.